بابا عم يستنانا عمي. شكرا. الحمد لله على السلامة نزار بيك. شكرا. بدي اياك تقول لي هنن اخذوا افادتك كشاهد ولا حققوا معك كمتهم؟ ليش مو لازم تكون بتعرف هالشي حضرة المحامي؟ التحقيق الاولي بيكون سري نزار بيك، ما بيعطونا المعلومات كلها، بس انا هلا رح اطلع لفوق وحاول اعرف شو في براسي. يلا اطلع. روف ما هيك؟ نحكي بعدين، يلا. نزار بيك لو سمحت سؤال سريع. نزار بيك هالحادثة اللي علاقة شي بالموضوع سؤال واحد يا سيد نزار بس هالسؤال بس اللي هالحادثة اللي علاقة موضوعنا البترول نزار بيك إذا بتريد سؤال واحد إذا بتريد رحنا بتصريح واحد يا نزار بيك جاوبني إذا بتريد على سؤالي سيد نزار رجاء سؤال واحد وكما علمنا من مراسلنا بأن نزار عزيز أوغلو قد خرج من مديرية الأمن بدور تعي بسرعة شو في سارة؟ تعي قد شوي هذا مو عمو لحسان؟ بلا هذا عمو نزار سارة علي صوت شوي وبعد حادثة إطلاق النار على الشيخ موسى تم إحضار نزار عزيز أوغلو إلى مديرية الأمن كشاهد للحصول على المعلومات الكاملة وقد تكون الحادثة تصفية حسابات بين المافيا أي مافيا هاي؟ معقولة حسان له شغل مع المافيا؟ ما بعرف يا سارة ما بعرف شيء معقول رؤوف يكون إله علاقة؟ لما قلت لك منحكي بعدين ما كان قصدي هلأ استنى علي لسه ما صحيت نورهان والولاد لا تخاف عمي أنا أمنت عليهم بعت رجال ياخد فداء من المدرسة إيه لوين بدك تاخدني هلأ؟ على بيتكم؟ بابا عم يستنانا عمي ما بيكفي الأسئلة اللي انسألتها جوا يعني؟ شو عم تستنى يصير عمي؟ حسان ماني متحمل كلمة لا تبلش فيني يلا امشي ماشي قال لك اني على الطريق ايه ان شاء الله ما يعملوا شيء لبابا ان شاء الله اهدي بنتي ان شاء الله ما بيصير شيء قالوا بالتلفزيون إنه الحادثة بتخص الشحن على العراق مزبوط؟ معقول تصدق كل شي بتسمعي؟ عم يقولوا إنه المافيا في إلا إيد بالقصة شو يعني نحن مافيا؟ شو عرفني حسن؟ ما في مشكلة ما وقعت فوق راسنا من ورا هالشغلة مو الشيخ موسى كان عم يشتغل معكم من زمان؟ شو يعني؟ عائلة شهفار هن اللي قتلوه؟ ما بعرف مزن أنت عرفاني حالك شو عم تحكي ولا لا؟ الرجال اللي مات هو نفسه اللي ضرب جلال مو هيك؟ معقول رؤوف؟ بتمنى ما يكون هو وإلا حكي لي لشوف نزار شو عم يصير؟ شو بدي أحكي يعني؟ القصة كتير واضحة شو كنت رايح تعمل مع شيخ موسى؟ مو قلت لي نهيت الشراكة معه؟ شراكة من 10 سنين ما بتخلص بيوم وليلة في عنا شغل كتير وحسابات ما خلصت معقولة رايح تحكي بالشغل على شط البحر؟ شو المكتب مانو فاضي يعني؟ مثل ما بتعرف المكتب كتراني الرجل عليه عمي شو مخبين علي انت وياه؟ ما في شي بابا قرايبينك المحترمين اجوا لعندي على المكتب وهددوني شو عم تحكي مين؟
مين يعني؟ رؤوف الحقير. حسان، أنت كنت بتعرف هالشي مو هيك؟ إيه بعرف بابا. لا تكبروا الموضوع. شو عم تحكوا أنتو؟ ليش ما حدا أجا وخبرني بهالشي؟ يلا حكولي كل اللي صار. اللي طعن جلال بالسجن هن رجال الشيخ موسى، ولما رؤوف وصلوا خبر اتهم نزار، مو هيك؟ ايه نعم بابا. يعني اللي قتله لشيخ موسى رؤوف. انا ما بتوقع هالشي اخي. ايه واضحة، قتله مشان ينتقم لاخوه. جلال كان رح يموت بالسجن. مستحيل يكون عند رؤوف الجرأة ليعمل هيك شيء. الجماعة اجوا مرتاحين بدون ما يحسبوا حساب لحدا، حتى راحوا بنفس الطريقة. يعني يا اما الشيخ موسى كان غلطان مع حدا ما بينغلط معه، يا اما السيد رؤوف ورط حاله مع ناس هو مو قدهم. يعني هذا آخر كرت عنده. نحن لازم ننتبه منيح. حسان، شو رأيك بالكلام اللي قاله عمك؟ ما بعرف بابا وما بدي أعرف. بعد اللي صار ما كان ناقصنا غير إنه حدا ينقتل. أنا مليت من هالقصة، مليت كتير. إذا كان رؤوف ورا القصة حسان؟ شو صار؟ خلص أمي، منحكي بعدين. حسان، في رجال انقتل. سمعت عمك عم يقول إنه عائلة شهفار هن اللي عملوا هيك. إذا كانوا هن اللي عملوا... ما بعرف أمي، منحكي بعدين. في شي تاني بدك تقوله كمان؟ صار لي سنين بحكي وانت ما بتسمع، هلأ بدك تسمعني؟ وأنا المسؤول عن اللي صار؟ لكن مين؟ حتى لو ما كان رؤوف اللي قاتل الشيخ موسى، انت شو لك شغل مع هالزلمة لهلأ؟ شو ما بتعرف شو رح يصيبنا من ورا هالقصة؟ الشركة وحتى سمعتنا كلهم صار حقهم فرنجين. حتى التلفزيونات والجرايد كلها عم يقولوا انه نحن مع المافيا. ذنب مين بيكون؟ ذنبي؟ ماشي يا أخي. كل ما واحد انأذى بهالدنيا حط الحق علي. طالما هيك سامحني على كل شيء وخليني انسحب. ما فهمت عليك. أنا من بعد هالعمر ما عاد أتحمل بهادل. صايرة عم تيجي تقيلة علي. ما عم تشوف؟ معقولة ولد تربى بحضننا صار بده يتحداني؟ من هلأ ورايح كل واحد يحل مشاكله. مو معقول توصل مع رؤوف لهون بقى. بابا قال لك لا عم تغلط وانت لسه عم تتحدى. سمر افتحي الباب. سمر انت هون؟ افتحي الباب سمر. تعالي معي.
حسان لوين رايح؟ سمر الأكل جاهز مزن خانم. والله أنا مالي نفس آكل أبداً. وإنت حسن إنت بدك تأكل؟ مالي نفس آكل بنوب. ما في داعي له حسنة. بس جوان هلأ صار لازم يأكل. تكرمي. مرحبا حسن أهلين. وسمر لوين رايحين بهالسرعة هاي؟ ما بعرف ما رضوا يقولوا لنا شي بنوب. يعني ما معهم حق يهربوا من هون؟ شوفوا شو عم يصير معنا، كلنا عم نتدمر وهنن كمان. ايه حسن بس طلعتهم هيك كمان بتخلي بالنا مشغول. لا تاكلي همهم، هدول متزوجين وواعيين. ماما حبيبتي في شي اخبار جديدة عن الشيخ موسى؟ لا انوار، ما حدا حكى ولا جاب سيرة، لسه ما حدا بيعرف شي عن هالقصة لهلأ. كل يوم عم تجينا مصيبة اكبر من اللي قبلها. شو هالحكي هاد؟ شو في جوان؟ خير شو بجوان؟ بكره رايح على الدكتور. عن جد؟ ايه جد. ايه اخيرا اقتنع. رايح افهم. يلا. هذا كل شيء بقدر اقوله. رح نشرح كل شيء بمؤتمر صحفي عن قريب. اهلا وسهلا فيك، مع السلامة. ما في داعي تردي. بكل الأحوال ما في شي حتى نقوله. آسيا خانم برأيك شو الحل؟ ما بعرف، نحن لازم نوضح صورة بس ما بعرف شو المفروض نحكي. الناس بينسوا كل شي صار بعد يومين. بتمنى يكون هالحكي صح. صار فيك تروحي. طيب. ألو، خبرني إذا كان عندك حجز، نحن هلأ بالمكتب. شو تعبتي؟ قلت لحالي كل ما بعدنا منكون مرتاحين من الهموم. المسافات ما رح تشيل عنا الهموم حسان. بتفكر انك بعيد بس انت بالمكان نفسه. بعدين بتصير تحس انك بعادت على الفاضي وانك جبت لحالك هم جديد. بعد كل هاي الشغلات اللي صارت ما بتتخيلي قديش أنا حاسس بالعجز سمر. أخي، عمي، بابا، كلهم مروا بظروف صعبة. كل ما بفكر بحياتهم كلها
وأحزانه وبالتمن اللي دفعوه وبالتقاليد. بصير بحس إنه أنا صرت غريب كتير عنه. يبدو إنه أنا حاسب حالي على الماضي. حياتنا على طول مرتبطة بالماضي تبعنا. هاي القصة اللي انفرضت علينا أنا وياكي ما عم أقدر أتقبلها لهلا. تعرفي ليش سمر؟ لأنك ما قدرت تلاقي لي مكان بماضي. عم فكر باللي عمله بابا لما كان طول الوقت عم يحاول يخلينا بعاد عن الماضي هاد. يا ترى هو كان على حق؟ شو بتفرق يعني؟ قد ما حاول يبعدكن الماضي ما رح يتغير. ألو؟ أيوة أنا. منيح، أنت كيفك؟ إيه؟ رؤوف بيعرف الشيخ موسى كارا؟ ما بعرف، إن شاء الله رؤوف ما يكون له علاقة. مشي، شكراً كتير لكم، مع السلامة. بابا اللي حكى؟ إيه. هو كمان متوقع إنه رؤوف ورا القصة؟ حسان؟ حاسس إنه هو؟ مساء الخير بابا. أهلين بنتي. شو في فتون؟ بدك تحكي شي؟ ما رح يصير عليك شي بابا. شو هالحكي اللي عم تحكي هلا؟ ما رح يصير لي شي. يلا روحي نامي فتون، الصبح لازم تفيقي بكير. يلا بنتي. نورهان تعي لقلك، ما عاد في إلكن روحة على الفيلا، ولا عاد في طلعات معهم لا على المطاعم ولا على أي مكان، وإذا بيدقولك ما بتردي. ما ضل حدا غير بيت أخوك هلأ، ضل حدا وما قطعتنا عنه، وهلأ صار دور أخوك الكبير. أنت ما دخلك. ليش ما دخلني نزار؟ شو بدنا نقضي حياتنا مسجونين؟ بميديات قصة وهون قصة تانية، ونحنا لازم نضل ماشيين على هوا ما بدك. تعرف حسن مو أخوك إلك بس، بالنسبة إلي هو بمقام والدي. آخرتها لوين رح تاخدنا نزار؟ لا تضل هيك على طول، لأنه الدم ما بيصير مي. اوعى تنسى هالشي. بعدين مو أنت وياه عم تشتغلوا سوا؟ بدي أترك الشغل معه. أخي تغير وما عاد مثل ما كان، ما عاد أقدر أتحمل. خلي كل شي بإيده ولا نشوف. خلي قرايبينه الجداد يرفعوا راسه لفوق بقى. لازم تتحمل وتطول بالك كتير نزار. معقول حتى حكي ما بدك يانا نحكي معهم؟ وبنتك اللي صارت صبية شلون يعني بدها تتنفس وهي محبوسة؟ شو هالتطورات؟ طالع شخصية والله. شو صار بإيدك ما طابت؟ لا لساتي عم عالجة لهلأ ما طابت. شلونك أنت ونيفين؟ ما عم تحكي معها؟ لا ماني عم بحكي معها ولا ناوي سويها بالمرة. أنتو متزعلين؟ اي نعم مزبوط كلامك. أنوار حلك تعقل بقى، مو شايف حالتك؟ شو بقى؟ لا تتهرب أنوار، حاول مرة واحدة لا تتهرب، روح حاكيها. ما عاد في كلام احكي لك. لا تكبر راسك وتخلي الهم عم ياكلك. ايه هي خلت كلام خلص مثل ما بدها. اخي بلا ما يجيني وجع راس من وراها. يا بلكي مو قدراني تحكي. ليش تكون هيك؟ روح وحاول تصالحها احسن ما تندم بعدين، بعد ما يفوت الاوان. لساتك عم تفكري اذا كان اخوك رؤوف ورا القصه؟ يا ريت لو الافكار تقدر تغير الواقع هلا. وليش لا؟ يمكن أحياناً تطلع منك كلمة من تمك وتغير حياة كتير من الناس.
عنا بالضيعة ما بيصيدوا سمك. أحياناً بيجوا لعنا صيادين بيجيبوا سمك بس أكبر من هدول، كل واحدة شي نص متر، بيكونوا حاطينهم بصناديق. شفت سمكة عم ترجف بعد ما طلعوها من المي، كنت صغيرة وزعلت عليها هداك اليوم، قلت يا ترى ليش هيك بيخلوهم يموتوا؟ وما لقيت الجواب. حاسة حالك مثل هاي السمكة؟ عفوا. ألو حسان، أنا جوان، ممكن تستنى لحظة؟ جوان؟ شكرا كثير حسنة، فيك تمشي. حسان، قبل شوي حكيت أنا وأنور وراح يشوفها لنيفين. بما أنك سهران برا بتقدر تروح معه شيء؟ ليش؟ خايف عليه لا يعصب ويرجع هلأ يجن جنونه. أوكي ماشي. بدنا نروح على غير مكان. لوين؟ أنور بده يشوف البنت اللي جرح إيده بالبيت مشانها، وجوان اقترح نروح معه. يعني رايح على بيتها؟ لا أبداً، هي مضربة وعم تغني هلأ بمطعم. معلش ما إجي؟ ليه؟ لأني بمل كتير بهي المحلات، ما بحبه. بس نحنا ما راح نطول، بس إذا ما بدك بوصلك على البيت. بدي عزبك هيك إذا وصلتني ورجعت رحت. أبداً مو مشكلة، ما بتعزبيني. يعني هو المطعم بعيد؟ قصدي إذا وصلتني ما رح تتأخر؟ ما بتأخر، بس إذا منروح سوا بيكون أحسن. اجت ماما لهلا؟ صار عندها شغل شوي وبتوصل. ايه لكن انا ما رح اكل قبل ما تيجي هي. خلص شيرين، خليكي على راحتك. تاخرت عليكم ما هيك؟ تسمحوا لي اني اقعد معكم؟ يلا شيرين كلي أكلاتك، هي إشت أمك. شوف صار بارد كتير. لأنه صار له ساعة قدامك. شو تاكلي؟ ولا أكلي قبل ما تجي لهون؟ أنا آسفة كتير مصطفى، بس أنت بتعرف شو صار اليوم، ما قدرت أترك الشركة. بنوب ما تحكي، مليت آسيا. أنت في عندك عيلة، ما عم تحسي إنه عم تخسريهم؟ كمان هلأ رح تتخانقوا بالمطعم؟ شو عم تحكي أنت؟ ما في شي بنوب، مو هيك آسيا؟ شو رايحة؟ اتأخر الوقت، لازم روح. استني لوصلك. بدور، في شي لازم قلك يا قبل ما أمشي. لا تقولي شي سارة، حسان خلص ما له علاقة. وكيف هاي بقى؟ أنا رح أحكي معه فهمه كل شي بس منشان يرتاح قلبي. اسمعي، خلي يعرف، بلكي بكرة بيروح معك لعند الدكتور. لو سمحتي سارة، لا عاد تحكي بهالقصة. خلص ارتاحي، أنا بروح لحالي، لا تتعذبي بخاطرك. تصبح على خير. ايه كيفك؟ اهلين حسان، انت شو جابك لهون هلا؟ لا ابدا ما في شيء. يلا يلا خلينا نفوت. يلا تفضلي سارة. اهلا وسهلا استاذ، تفضل. شكرا. ما رح يقعد؟ شكله نسيان الدنيا وأهله.
أصدق قلبي كرك بلكي. أنوار أنوار تعود اللي غنت بالعزيمة مزبوط؟ بلا هي صوتها حلو ما هيك؟ ايه حلو نردسي نردسي اي زمان عشق زمان غنت هاي الغنية بالعزيمة ايه بتذكر لسه لهلا ما تعودتي على السهر مو من عاداتنا ابدا هاي عاداتكم نفسها يوم اللي قلتيلي انه ما فيكي ترقصي لانه الكبارية موجودين وشايفيني ايه صح ايه بس هلا ما في حدا منه تقبلي انك ترقصي معي بس ما حدا هلأ عم يرقص تعالي فعلاً يعني فين خالو صوتك بياخد العالي تفضل يعني شوي معي نيفين خانم تفضلي عدي شو عم تعمل أقول عدي تركني إذا بتريد تركني عمل لك يا حقير قولوا بالكم يا جماعة يا جماعة ما بيسكين هيك أكبر شوي شو أخبارك؟ أهلين يا بي ساعتك أهبال؟ صاير عم تنقزوا لك جاي تسنبل ورايح سمرة وانا الحاصودة ما بو شو صاير حتى مروق كل هالقد؟ عادي حبيت غني شوي شو الظاهر عم تطبق قوانينك الشخصية على الدولة اللي عامل إياها هون؟ أنا؟ أي دولة بابا؟ رؤوف إذا كنت مبسوط للشي اللي أنا عم فكر فيه صدقني رح خليك تندم على اليوم اللي اجيت فيه على هالدنيا ليش خير شو صاير؟ اللي شو بتعرف عن شيخ موسى؟ ايه مزبوط أنا كمان سمعت إنه مات بس من حفر حفرة لأخيه وقع فيها الرجال أخذ اللي بيستاهله إلك علاقة بهالموضوع؟ لا طبعاً لا رؤوف أنا بعرف اللي عملته باسطنبول اللي إذا في لك علاقة بهالقصة ليش أنا إمتى خالفت كلامك؟ معقولة يعني أنا قتله؟ شو ما بتعرف ابنك يعني؟ مشان هيك أنا جاي وعم بسألك لأنه اللي حارق قلبي هو إنه بعرفك منيح يا رؤوف ماشي بابا طالما هذا رؤوف اللي بتعرفه طالما مفكرني عم بقتل الناس هيك أصبح من هلأ ورايح انتبه علي كتير إذا بتقدر تصبح على خير تفضل يا خالد
جرفي. الحمد لله على سلامتك نفير خانم. بتمنى ما نلتقي مرة تانية. احمدي ربك انه حسان بيك اقنع الزلمة اللي ضربتيه بانه ما يشتكي عليك. عفوا بس انا اللي لازم اشتكي عليه. عم قلكن الرجال حاول يتحرش فيني. شكرا كثير لكم، يسلموا، عن جد عزبناكم معنا، تصبحوا على خير. يلا امشي معي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا آسفة عذبتكم معي كتير. لا كتير عادي، بكفي أنوى. رايحين على البيت مو هيك؟ وأنت؟ أنا رح وصل نيفين على البيت وألحقكم. لا ما في داعي تعذب حالك. لا تجيب سيرة لأمي ماشي؟ شايفني جنيت أنوار، معقول احكي لها؟ تصبحوا على خير. وانتي من أهل. صاير معك شي؟ شو رأيك؟ آسيا روحي واصلي لراس مناخيري مصطفى، لا تبلش الله يخليك. آسيا إذا رح تفتح موضوع العشاء فأنا اعتذرت ومشي الحال. يعني شو فيها إذا أنا تأخرت؟ لهون وبس، صار لازم تسمعيني شوي. أنا فكرت فيكي وفيني وبشيرين، كل شي بقدر عليه عملته، بس بكفي. أنا كمان إنسان، في شغلات ما بقدر عليها. أنت شو اللي بدك تقوله مصطفى؟ أنت بتعرفي قديش بحبك وبحب شيرين صح؟ بس هيك مستحيل آسيا. أحسن حل هو الطلاق. سمر شكرا لانك ما تركتيني بهالليله لحالي. شو لسه ما نمتي ماما؟ كنت رايحه بدي نام. عن اذنكم انا رايحه على غرفتي. تصبحي على خير. وانتي من اهله؟ اي ماما انا عم استنى. شو عم تستنى ابني؟ شو رح تسأليني؟ شو رح اسألك؟ ليش في حدا بهذا البيت عم يجاوبني؟ بلا ما عذب حالي. عالسريع بتزعلي امي؟ روقي، تعي لقلك تعي. طبعا بدي ازعل، لا حدا عم يحكي لي شي ولا حدا عم يشرح لي شي. ما بدنا اياكي تشغلي بالك امي. يلا انا طالع نام. ليك حسان خير امي؟ انور لهلا لسه ما رجع، ما بتعرف امتى رح يجي على البيت؟ ما بيطول. تصبحي على خير.
تفضلي حبيبتي. شكرا كثير لك ماما. ولو يا عمري. خلينا من هلا ورايح نفطر مع بعض دايما ماشي؟ مسكي يا بطلة. الظاهر مليتي من الفطور معي مو هيك؟ شو أعمل؟ عم اشتقلها لأمي طول وقتها بالشغل. ماما أنا بحبك قد الدنيا كلها. وأنا كتير بحبك. يعني إذا طلبت منك شغلة بتعمليها؟ طلبي لأشوف. رح تعمليها؟ احكي بالأول. بدي إياكي يوم الأحد تروحي على الحديقة معنا بابا وأنا وأنتي. شو رح تروحي؟ إن شاء الله. رح تيجي مو هيك بابا؟ طبعا رح يجي إذا ما في شغل. طيب إلغوا الشغل يوم الأحد. أنا تأخرت صار لازم أمشي. لا تروحي خليكي شوي هلأ كرمالي.